الكل لها لو كنا هالجهل مسعالة من الشيخ وضبع الشيخ سليمة هم رحل ردي داير تنحتي I think our partnership with the Syrian Democratic Forces is still very strong, and as you can see from this celebration, that there is a lot to celebrate about where we've come since ISIS was in control in Baghouz. لتجويع المنطقة وإفقارها ودفع أبنائها والذي يشكل بحد ذاته تهديدا على العالم الدولية وعلى رأسها التحالف الدولي بالاستمرار في دعم والآن باسم تجمع نساء زنيم الوان المنطقة على تحسن يوم على يوم بمساعدة الإدارة الذاتية ومساعدة أبناء المنطقة لكونها وأخوة الشعوب وسوريا هي وحدة موحدة لكن درس الشرف والعز ونرحب بكم جميعا عليه ونقول له سر ونحن معك بالعمل الجاد لا زال يوجد خلايا وتقوم بحرب العصابات تقوم باغتيال القيادات العسكرية تقوم باغتيال الوجهاء اللي ضمن الإدارة الذاتية يعني خلايا داعش صح انتهت جغرافيا هي أما ولكن موجودة خلايا نائمة لتنظيم داعش تقوم بهذه الحركات